بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دي هتكون سيشن نمبر 3. لو حضرتك رجعت بالفيديوهات اللي ورا هتكون طبعا حضرت سيشن 1 وسيشن 2، وكنا اتكلمنا في سيشن 1 عن الداتابيس وعن مفهوم السيرفرات، وكنا اتكلمنا في سيشن نمبر 2 عن بعض المفاهيم زي الانستنس وزي الاوثنتيكيشن اللي هي الويندوز اوثنتيكيشن والسيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، وكنا كمان اتكلمنا ازاي نعمل او نكاري الداتابيس، وكنا برضو اتكلمنا عن وظائف بعض قواعد البيانات الافتراضية اللي موجودة على السيرفر. كمان كنا اول ما انشأنا الداتابيس كنت شرحت لك طبعا ان الداتابيس عندي بتتكون من لوجيكال فايل وبرايمري فايل او الداتا فايل واللوج فايل. تمام، تعالى كده نعمل كونكت على السيرفر. طبعا حضرتك فاكر كويس الكلام دوت. طبعا قلنا ده اسم السيرفر، دي الباك سلاش، ده اسم الانستنس، ده الفيرجن بتاع السيكوال سيرفر اللي انا بشتغل عليه، ودوت مين؟ ده اليوزر اللي انا عامل بيه لوجن، او ده اللوجن نيم بتاعي. المره اللي فاتت او في سيشن نمبر 2 كنا انشانا او كريتنا الداتابيس اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها سكول. طبعا لو تفتكر كويس ان احنا الداتا بيس اللي اسمها سكول عملنا البرايمري فايل بتاعها واللوك فايل انشاناهم فين؟ على السي، كان الفيزيكال باث بتاع قاعده البيانات موجود فين؟ على السي. تعالى كده اوريك الباث عامل ازاي. ادي السي. تمام، عندي دلوقتي سكول دوت ام دي اف، وعندي سكول اندرسكور لوك دوت ال دي اف. الام دي اف ده او الفايل اللي هو الاكستنشن نيم بتاعه او الامتداد بتاعه دوت ام دي اف، ده البرايمري فايل. حتى انت لو قريت في التب الصفرة اللي موجوده تحت ديت، تمام، ان بيقول لي ايه تايب، تايب الملف نفسه يعني نوع الملف سيكوال سيرفر داتابيس برايمري داتا فايل. اما لو جيت مثلا على الفايل الثاني فبيقول لي ايه؟ بيقول لي سيكوال سيرفر داتابيس ترانزاكشن لوج فايل. تمام، طبعا قلنا شرحنا احنا المره اللي فاتت اللوك فايل دوت يعني ايه، والبرايمري فايل يعني ايه. طبعا انا الداتا بتاعتي هتكون متخزنه فين؟ متخزنه هنا. اما المعلومات عن كافه العمليات اللي بتحصل داخل الداتابيس متخزنه فين؟ في اللوج فايل. المره دي هنبدا بقى نتكلم عن مين، عن التيبلز، ازاي اكاري التيبل، وايه الداتا تايبس اللي انا المفروض اكاريت بيها الفيلدز اللي جوه التيبلز دي. انا عندي هنا في كل قاعده بيانات عندي تري اسمها ايه؟ اسمها تيبلز. طبعا في سيستم تيبلز ماليش دعوه بيها خالص. تمام، انا عشان اكاري التيبل زي ما كنت بكاري الداتابيس واجي على كلمه داتابيسز واعمل رايت كليك واقول له نيو داتابيس، هاجي هنا على كلمه تيبلز اللي تابعه للداتابيس اللي انا عايز اكاري جواها الجدول، واقول رايت كليك واقول نيو تيبل. الكلام هيظهر بالشكل اللي قدامك دوت. حضرتك طبعا لو اشتغلت على الاكسس هيكون الوضع مشابه تماما. انت بتحدد الكولوم نيم، تمام، اسم العمود بتاعك او اسم الحقل بتاعك والداتا تايب بتاعه، وهل هو allow nulls ولا مش allow nulls. الكلام دوت هنشرحه بكل بساطه. تمام، بس قبل ما ادخل بقى معاك في الكلام دوت عايز اوريك يعني ايه عمود، ويعني ايه رو او ريكورد، ويعني ايه فيلد، ويعني ايه جدول. تمام، فركز معايا في الشكل اللي هوريه لك دلوقتي. بص معايا في الشكل اللي قدامك دوت، بيقول لي the table below contains employee data، يعني بيقول لي الجدول اللي قدامك ده تمام بيحتوي على ايه؟ على بيانات موظفين. ده الشكل دوت كله كده على بعضه اسمه جدول. الشكل ده كله كده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه جدول. واي سطر بالعرض كده اسمه ريكورد او رو. تمام، قلنا مفهوم الريكوردز دوت كان موجود مثلا فين؟ في الاكسس او في الكلام دوت. اما عندي في السيكوال سيرفر هنا ايه المفاهيم
بتاعت الريكوردز بقت اسمها ايه؟ اسمها روز او رو. يعني اي سطر افقي كده بالشكل ده زي ما انا ماشي بالماوس كده يمثل ايه؟ يمثل رو. واي صف عمودي زي كده يمثل ايه؟ كولوم، يمثل عمود. واثناء تصميم او اثناء الديزاين الخاص بالجدول كلمه امبلوي اي دي دي تمثل فيلد او تمثل حقل، والفيرست نيم او الفيرست اندرسكور نيم تمثل حقل. المسميات دي مش ثابته، يعني مثلا انت هتسمي الامبلوي اي دي دوت هتسميه بالشكل ده امبلوي اندرسكور اي دي، لا انا مثلا ممكن اقول ايه؟ ممكن اسميه امب اندرسكور اي دي او امب اي دي. تمام، خد بالك بقى في مسميات الحقول. مسميات الحقول ينطبق عليها نفس اللي كان ينطبق على مين؟ ينطبق على تسمية المتغيرات او الفاريابلز اللي كانت موجودة فين؟ اثناء دراستنا في ليفل 1 في الفيجوال ستوديو. بمعنى ان انا ما ينفعش استخدم سبيشال كاركترز جوه ايه؟ جوه اسم الفيلد. جوه اسم الفيلد ما ينفعش استخدم سبيشال كاركترز. تمام، و السبيشال كاركترز طبعا زي السلاش وزي الات وزي الدولار ساين وزي البيرسنت وزي الحاجات دي. دي نقطة. النقطة التانية المفروض ما سيبش مسافة ما بين، يعني بص حضرتك هو كاتب هنا امبلوي اي دي وحط هنا ما بين كلمة اي دي وما بين، او هنا مثلا ما بين كلمة فيرست وما بين كلمة نيم حط اندر سكور، انت ما تسيبليش مسافة، هو هيقبلها. بس اثناء البروسيسنج بقى بتاع البيانات لما تدخل بقى على ليفل 3 وتبدا تستخدم الداتا بيس اللي انت عملتها دي من خلال الفيجوال ستوديو عشان تكونكت عليها عشان تريتريف منها بيانات او تنسرت جواها بيانات، تمام، ويكون عندك فيلد او اسم جدول في مسافات، هيتعبك جدا. فانت يحبذ دلوقتي ان اسم الجدول او اسم الفيلد يكون قطعه واحده. عايز تفصل ما بين الكلمات اللي جوه، لا حط اندرسكورز، تمام، لكن ما تعملش سبيسز باي شكل من الاشكال. المهم دلوقتي انت تكون على يقين او تكون فاهم كويس خالص ان اي سطر بالعرض دوت يمثل رو، واي عمود بشكل طولي كده يمثل فيلد او يمثل ايه؟ كولوم. لو رجعت انا دلوقتي للسيكوال سيرفر بتاعي فبيسالني على الكولوم نيم. الجدول اللي انا هعمله ده يا جماعه جدول خاص بستودنتس ببيانات الطلبه، تمام. المهم انا لو جيت كده وقلت له مثلا اول فيلد عندي اسمه ستودنت اي دي، بص انا خدت دلوقتي كلمتين عادي، تمام، كلمه ستودنت وكلمه اي دي، ما اجيش انا اخد ما بينهم مسافه، تمام، ما اجيش انا مثلا اروح اعمل كده سبيشال كاركتر مثلا، تمام، كل دوت هيعمل معايا مشاكل. شوف حتى دلوقتي عملهم لي ما بين ايه؟ ما بين سكوير براكتس اهي، وانا مش عايز الكلام ده لان الكلام دوت هيتعبني قدام وانا بعمل بروسيسنج على ايه الحقول ديت من خلال الفيجوال ستوديو او من خلال لغه البرمجه اللي انا بستخدمها، تمام. المهم انا عندي دلوقتي حقل جوه الجدول ده، طبعا الجدول ده هيبقى فيه اكتر من حقل ولكن احنا هنمسكهم حقل حقل. عندي جدول او الجدول الخاص بالستودنتس ده او ببيانات الطلبه، تمام، في حقل اسمه ستودنت اي دي خاص بكود الطالب داخل الجدول. كل طالب هيبقى مثلا جوه المدرسه ليه كود معين، تمام. طيب نوع الحقل ده ايه؟ ايه بقى قصة نوع الحقل دي؟ المفروض لو انت ترجع كده بالذاكرة لورا ايام ما كنا في ليفل 1 واتكلمنا عن الفاريابلز والاريز والكونستانتس، تمام، كنا قلنا ان كل حاجة من دول ليها داتا تايب خاصة بيها. يعني هل المتغير اللي انت عايز تحجزه في الميموري دوت كنت عايز تحجزه عشان تشيل فيه بيانات نصية ولا قيم زمنية زي التاريخ والوقت ولا قيم عددية زي الارقام الحقيقية والارقام الصحيحة؟ كنت عايز تشيل ايه بالظبط جواه؟ فساعتها كنت بتقول والله ان انا هعمل ديم لكذا لفاريبل اسمه كذا ونوعه از ايه سترينج او از دبل او از ايا كان بقى الايه الداتا تايب اللي انت هتحدده. هنا نفس النظام، هنا الحقل دوت انت عايزه يشيل طبيعه البيانات اللي جوه، نوع البيانات اللي هتتخزن او هتتسيف جوه الفيلد ده تبقى من نوع ايه، تبقى طبيعتها ايه. تعالى كده في الداتا تايب، بص بقى عندي اكتر من داتا تايب، عندي اكتر من داتا تايب. انا هاخد شويه حاجات كده في الاول ايه عشان تبقى معايا ايه في الصوره. عندي حاجه بيج انت، بيج انت اختصار لبيج انتجر، يعني عدد صحيح طويل،
زي مين؟ زي اللونج. ايام ما كنا بندرس الفيجوال ستوديو مشابه لمين؟ لللونج. وعندي حاجة اسمها بت. البت دي عاملة زي مين؟ زي البوليان، بتشيل ترو وبتشيل فولس، يا اما ترو يا اما فولس، ولكن بتستعيض عن ترو بمين؟ بواحد، وبفولس وفوق وبزيرو عن مين؟ عن فولس. تمام؟ يعني لما تعمل فيلد من نوع بت هتدخل جوه في الجدول نفسه، لما تفتح الجدول مش هتلاقيه كاتب لك ترو فولس، لا، في حاله الترو هيبقى كاتب لك ايه؟ واحد، في حاله الفولس هيبقى كاتب لك زيرو. تمام؟ انا هسيب الحاجات دي دلوقتي. الديت تايم، الديت تايم من اسمه حقل بيشيل قيم زمنيه، يا اما تواريخ يا اما اوقات. بص بقى، الديسيمال والفلوت والنيوميريك والريال، كل ديت بتشيل ارقام زي البيج انتجر من شويه، بس الفرق ان البيج انتجر النوع اللي اسمه انتجر دول زي بعض، الانتجر يمثل الانتجر في الفيجوال ستوديو، تمام، والبيج انتجر يمثل مين؟ اللونج. الاثنين بيشيلوا اعداد صحيحه، ولكن الانتجر مدى صغير، تمام. الورق طبعا المفروض انه كان معاك، لو رجعت الورقه هتعرف المدى بتاع كل داتا تايب من دول، تمام. وعشان اذكرك بيهم برضو هوريهم لك حالا، ركز كده معايا. طبعا كانت المحاضره بتاع قاعده قواعد البيانات. بص بقى، بيقول لي ان الداتا تايب اللي اسمه بيج انتجر ده انواع عدديه، كل دي انواع عدديه، ولكن بيشيل من سالب الرقم دوت للموجب الرقم ده، اما الانتجر فبيشيل من سالب برضو الرقم ده لموجب الرقم ده. عندي برضو حاجه اسمها سمول انت، بس طبعا هنا مفيش سبيس، تمام. سمول انت برضو بيشيل من سالب الرقم ده لايه؟ للرقم ده. وتايني انت بيشيل من زيرو لمين؟ 255، زي مين هناك؟ زي البايت. الديسيمال والماني والسمول ماني والفلوت والريال، كل ديت بتشيل قيم عدديه، تمام. الماني بيشيل من سالب الرقم ده بموجب الرقم ده على هيئه ايه؟ قيم ماليه، تمام. سمول ماني بيشيل من الرقم دوت للرقم ده، والفلوت والريال والديسيمال والنيوميريك، كل دي بتشيل ارقام، ولكن ارقام حقيقيه يعني بكسور، يعني ممكن يشيل رقم صحيح ورقم ايه؟ عشري. اما دلوقتي البيج انتجر والانتجر والسمول انتجر والتايني انتجر وال، لا دول بس كده مع بعض، دول بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا قيم عدديه صحيحه. اما الديسيمال والماني والسمول ماني والفلوت والريال، تمام، والنيوميريك، كل دوت بيشيل ايه؟ بيشيل برضو قيم عدديه او قيم رقميه، ولكن على الوجهين، يا اما حقيقيه يعني بكسور، يا اما ايه؟ صحيحه، تمام. عندي بعد كده من ضمن الانواع المنطقيه عندي نوع اسمه ايه؟ بت، وهو ده بيقبل ترو او فولس، وبيعوض عن ترو بواحد وبفولس، وفولس يعوض عنها بكام؟ بزيرو. القيم الزمنيه زي مين؟ زي ديت تايم وسمول ديت تايم. الديت تايم بيبدا معايا من 1 يناير 1753، وخد بالك من المعلومه دي كويس، تمام. بدايه المدى بتاع الديتا تايب دوت بيبدا معايا من 1 يناير 1753 لغايه 31 ديسمبر سنه 9999. اما السمول ديت تايم بيبدا معايا من 1 يناير 1900 لغايه 6/6/2079، تمام. عندي بقى شويه حاجات مهمين، الكاركتر والفار كاركتر ومين؟ والتكست، او ما يسمى بتشار وفار شار ومين؟ وتكست. ايه الفرق بقى ما بين الثلاثه؟ بص، عموما انت اول ما تشوف كلمه فار في الداتا تايب بتاع السيكوال اعرف ان دي فاريبل، اختصار لكلمه ايه؟ فاريبل. تعالى كده نروح للسيكوال ونشوف الامور دي هتبقى ماشيه ازاي هناك. هنا لو بصيت فوق خالص عندي حاجه اسمها ايه؟ باينري، وجيت بصيت تحت عندي فار باينري، تمام. وفوق خالص عندي حاجه اسمها كار،
او شار او كاركتر، تمام؟ وهنا تحت عندي var شار. ايه بقى الفرق ما بين الاتنين؟ بص يا سيدي، المفروض دلوقتي لو انت قلت ان الفيلد دوت نوعه كاركتر عادي، وبدل العشرة دي قلت له ان اللينس او الطول بتاع الحقل ده يقدر يستوعب مثلا 50 حرف، ماكسيمم 50 حرف بالنسبة له، خلاص؟ افترض بقى دلوقتي ان انت وانت بتريتريف الداتا من قاعدة البيانات بتخزنها في فاريبل عندك في الفيجوال ستوديو، تمام؟ بتخزنه فين؟ في الرام، تمام؟ لو نوع الفيلد دوت كاركتر زي ما هو قدامك كده، وهو مش مليان ال50 حرف، لا ده مليان منه مثلا 10 حروف، اذا في 40 كاركتر فاضي. لو نوع الفيلد ده كاركتر زي ما هو قدامك كده، بيحمل الفيلد كله في الفاريبل اللي انت عايز تخزن فيه القيمة، تمام؟ كأنهم 50 حرف. طب يا عم ده انا اساسا اللي مليان من الفيلد دوت 10 حروف وفاضي 40 حرف، ما تحمل العشرة بس اللي مليانين، ما كل حرف معاك ببايت معين بتفرق معاك بقى في كيلو بايتات وانت ماشي، تمام؟ لان انت ما بتعملش برنامج فيه فاريبل واحد، انت ممكن برنامج من ضمن البرامج اللي انت بتعملها تتعدى فيها الفاريبلز، تتعدى فيها حاجز الالاف كمان، تمام؟ تمام. يبقى انا دلوقتي ايه، فهمت معايا المشكلة؟ انا دلوقتي لما هريتريف القيمة اللي جوه الحقل ده واحطها في فاريبل عندي في الفيجوال ستوديو او في لغة البرمجة اللي انا بشتغل بيها، هلاقيه بيروح محمل لي قيمة ال50 حرف. طب يا عم ده انا اللي كاتبه جواه 10، يعني في عندي امبتي كام؟ 40 كاركترز، تمام؟ لا، هيحمل كل ايه؟ كل قيمة الفيلد بالكامل زي ما مكتوبة قدامي، يعني القيمة اللي مكتوبة هنا دي هتتحمل بالكامل، لو دي 150 هيحملها، لو دي 1500 برضه هيحملها، تمام؟ لكن لما استخدم الـ variable character واقول له مثلا ان انا الماكس بتاعي 2000 مثلا، ومليان من ال 2000 دول 10، تمام؟ هيبقى في 1990 فاضيين. لما اجي اريتريف او ارجع القيمة اللي جوه الفيلد دوت داخل فاريبل، او اخزنها داخل فاريبل عندي في لغة البرمجة اللي انا بشتغل بيها، يستحيل يخزن لي فيها قيمة ال2000 ايه كاركتر، هيخزن لي فيها قيمة مين؟ قيمة العشر كاركترز اللي انا كاتبهم، بس كتبت 11، يخزن لي الايه او يريتريف قيمة ال11، او يستغل مساحة من الرام بقيمة ال11 ايه ال11 حرف المكتوبين، يعني مش هياخد او مش هيشغل مساحة ايه، مساحة ال2000 او 2000 ايه كاركترز، لا هيشغل مساحة الحروف اللي مكتوبة بس، تمام؟ انا دلوقتي كده عندي الكاركتر والفار كاركتر، كده المفروض انا فهمته، وبالتالي فهمت الباينري والفار باينري. الباينري دوت لحفظ الايه؟ لحفظ الملفات. انت ممكن الريكورد بتاعك داخل الداتابيس يشيل ايه؟ يشيل ملفات، عشان تبقى واخد بالك ان في الصوره اللي انت شفتها من شويه دي، طول ما انت بتشتغل مع السيكوال سيرفر كل ريكورد عندك ممكن يشيل بيانات اب تو 2 جيجا. اساسا انت عندك الماكسيمم سايز بتاع الداتابيس الاكسس 2 جيجا، الريكورد او الرول واحد جوه السيكوال سيرفر ممكن يوصل معاك لكام؟ ل 2 جيجا بايتس، تمام؟ يعني ممكن انت الريكورد او الرو بتاعك يكون فيه حقل باينري يشيل مين؟ يشيل فايل اب تو 2 جيجا. اوعى تحط في دماغك ان الكلام اللي هيتكتب زي كده مثلا، تمام، ان انت تكتب الامبلوي اي دي ومثلا كينج ستيفن او ستيفن كينج دوت والديبارتمنت اي دي كذا، اوعى تكون فاكر ان كل دوت بيشغل مساحه من قاعده البيانات بالشكل اللي انت متخيله. ابسولوتلي الكلام ده ما بيحصلش اساسا، تمام؟ ده فوتات من البايتس اللي بيشغلها الكلام ده. اما المساحات اللي بقول لك عليها ان يكون ان الرول واحد يوصل ل 2 جيجا وكده، دي هتكون ملفات متخزنه او صور او ايه او الحاجات دي، تمام؟ طب نيجي بقى نشوف حاجه كمان. دلوقتي انا عرفت البيج انت والباينري والبيت والكاركتر ومين والديت تايم والديسيمال والفلوت اللي هو يماثل مين، الديسيمال والفلوت يماثلوا مين هناك؟ الدبل، تمام؟ الايمج ده فيلد جديد بقى ايه، او ديتا تايب جديد هنتعامل معاه. الايمج دوت حتى من اسمه
خاص بحفظ مين؟ بحفظ الصور. طب ما احفظ الصور كأنها ملفات. لا يا سيدي، انت لو عندك صور ليها ايمج بروسيسنج خاص بيها هي، ويحبذ حفظها فين؟ في الداتا، في او الداتا تايب او الفيلد اللي الداتا تايب بتاعته ايه، من نوع ايمج. ادخل بعد كده طبعا على الاند والماني، كل دوت اتكلمنا ايه فيه. تعالى بقى نشوف نوع جديد. عندي حاجه اسمها ان كاركتر. ايه ان كاركتر دي؟ زي الفاريبل كاركتر مثلا؟ لا، ده موضوع وده موضوع، لانك هتلاقي هنا ان كاركتر وهنا ان فاريبل ايه كاركتر اهو. تمام. ايه بقى القصه ما بين الاثنين؟ احيانا انت عندك في حاجه اسمها الكوليشن. تمام. الكوليشن في السيرفر دي، يعني بص كده، الشاشة اللي قدامي دي المفروض ان فيها ايه؟ فيها البروبرتيز الخاصة بمين؟ بالداتابيز. حتى هو هنا بيقول لي داتابيز بروبرتيز، والداتابيز اللي انا جايب الخصائص بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها سكول. تمام. عندي شوية بروبرتيز متقسمة بالشكل اللي قدامك دوت. تمام. فبيقول لي نمبر اوف يوزرز تمام كذا، والسبيس الافيلابل كذا، والسايز كذا، والاونر بتاع الداتابيز كذا، والديت كريتد كذا، والستاتس بتاعتي كذا، والكوليشن بتاعي مين؟ Arabic underscore CI underscore AS. تمام. ده الكوليشن او الاعدادات الخاصة باللغة داخل مين؟ داخل الداتابيز بتاعتي. افترض بقى ان انت هتخزن في الداتابيز بتاعتك كاركترز او حروف او لغة معينة مش بيسبورتها مين؟ مش بتسبورتها الريليجنال سيتنجز اللي عندك. بص كده، لو جيت انت في كنترول بانل، هتلاقي الايه الكلام دوت. ممكن هنا طبعا انت المفروض تكون عارف الكلام ده كويس بتاع ايه، دي الاعدادات الخاصه باللغه والديانه وضبط العمله وضبط الارقام عندك بالنسبه للجهاز اللي بتشتغل عليه، او خاص بالاوبريتنج سيستم اللي موجود على الجهاز اللي انت بتشتغل عليه. المهم دلوقتي ان الان فار كاركتر ديت او الان تمام اختصار مثلا زي الايه، زي اليونيفرسال او زي الكلام دوت، انه بيقبل حروف من نوع خاص. تمام. بيقبل حروف من نوع خاص، ممكن ما يسبورتهاش الايه اللغه او اعدادات اللغه اللي موجوده او اللانجويج سيتنجز اللي موجوده عندك على الاوبريتنج سيستم بتاعك. طبعا الريال دوت زي مين؟ زي الفلوت وزي الديسيمال، ومكتوب موجود في الورق شرحه عباره عن ايه. تمام. عندي بعد كده الفار كاركتر دوت قلناه. في حاجه مهمه احنا ما قلناهاش، اللي هي التكست. ايه بقى قصه التكست دي؟ التكست برضو هنا انت لو خدت بالك هيشيل ايه من الانواع النصيه، يعني زي الكاركتر وزي الفاريبل ايه الفاريبل كاركتر. تقريبا والله اعلم ان الفاريبل كاركتر ماكسيمم كام؟ ماكسيمم 8000 حرف، يعني على حد علمي كده. لو جينا مثلا قلنا ان ده فار كاركتر، هو بص setting for length must be a from 1 to 8000 a حرف. تمام. ف انا بقى عايز ازود على كده، عايز ازود على كده. يعني انا مثلا سي ان انا عندي عامل مثلا داتابيس لمكتب محاماه، فعرائض الدعوه تمام، عرائض الدعوه اللي ممكن مثلا يستغلها المحامي ده او يكتبها المحامي دوت، ممكن فعلا تزيد عن 8000 كاركتر. تمام. ممكن توصل لمثلا ل 50000 كاركتر. ايه المشكله؟ افترض كمان ان دي مش بالشكل ده، مش داتا بيس بتاعت محامي. افترض ان دي مثلا داتا بيس لواحد كاتب بيحط فيها المقالات بتاعته. تمام. مش هيقيد المقال بتاعه هو ب 8000 حرف، عايز يفتح على كده، فيفتح بقى ويزود على كده بناء على مين؟ بناء على فيلد من نوع ايه؟ من نوع تكست. تمام. نرجع بقى لمرجوعنا احنا واللي كنا بنتكلم فيه، واللي هو الايه الداتابيس الخاصه بالسكول، والجدول اللي خاص بمين؟ بالستودنتس ديتيلز. تمام. قلت حقل الاي دي دوت هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن رقم. تمام. فاقول له ان النوع بتاع الفيلد دوت نوعه ايه؟ انتجر. تمام. ما انا هخزن فيه رقم، طالب رقم واحد، واحد ده عباره عن ايه؟ عدد. تمام. بعد كده هاجي في الفيلد الثاني او في الكولوم الثاني واقول له ايه؟ student name. تمام.
student name دوت هيبقى فيه اسم الطالب. طب اسم الطالب ده بقى، اسم الطالب ده يعني ايه اللي هيتخزن جواه؟ اسم مثلا زي احمد نجم، تمام؟ فجواه هخزن بيانات نصية، والمناسب للبيانات النصية قلنا يا اما مين، يا اما الكاركتر، يا اما مين الفاريبل كاركتر. المفروض دلوقتي انت تقول لي مين الاسلم فيهم، استخدم الكاركتر ولا الفاريبل كاركتر. قلنا لا، الكاركتر دوت لو انا قلت له ان الفيلد بتاعك ماكسيمم هتحط فيه مثلا 75 حرف والراجل ما كتبش منه غير 20، يبقى اذا لما يجي ريتريف البيانات دي هتتحمل ال 75 كلها في الرامه، تمام؟ ساعتها هقول له انا ايه فاريبل كاركتر، واقول له ان انت الماكسيمم لينس بتاعك يعني ما ينفعش تحط لي اكتر من 100 حرف، مش عايز اسم الطالب ده يكون اكتر من 100 حرف بالسبيسز بالسبيشال كاركترز اللي انت هتحطها جوه الفيلد، جوه الفيلد كفاليو مش جوه الفيلد كمسمى، تمام؟ لان انت ممكن هوريك دلوقتي ازاي تدخل السبيشال كاركترز جوه الفيلد كقيمه عاديه، تمام؟ تعالى مثلا هنا في الفيلد الثالث وهنقول مثلا student address، تمام؟ ال student address ده هيكون ايه؟ هيكون عنوان، ولكن العنوان ممكن يكون طويل شويه، تمام؟ فهنقول برضو var char، تمام؟ وبدل مثلا ما هي 50 هنقول ان دي ايه 250 مثلا، انتر هينزلني ايه في السطر اللي تحته، تمام؟ تعالى مثلا تاني بيرث ديت، تمام؟ البيرث ديت دوت هيكون فيه تاريخ الميلاد، اذا بكل بساطه كده هيكون ايه ديت تايم، تمام؟ تعالى نقول مثلا ستودنت موبايل، الموبايل ده بقى هيكون رقم، ولكن خد بالك من الكلام اللي هقوله لك ده كويس خالص. المفروض ان انت عندك الرقم بيبدأ بكام؟ بزيرو. الرقم بيبدأ بزيرو، زي مثلا الرقم اللي موجود عندك انت هنا ايه فوق اثناء التسجيل دوت، شايف انت الهيدر الاسود دوت، هتلاقي فيه الرقم بتاعي مثلا بيبدأ بايه؟ بزيرو. لو انت جيت وكنت عامل نوع الحقل الخاص برقم التليفون او الموبايل او الفاكس او البوستال كود او ايا كان، تمام، كنت عامله رقمي وهو بيبدا بزيرو، الزيرو مش هيتكتب. هتلاحظ مثلا انك لو بتكتب مثلا 011 هتلاقيه راح مسح لك الزيرو اللي على الشمال وبدا لك من 11 وايه وكمل الراجل بقيت ايه بقيت الرقم عادي خالص. لكن انت عايز تكتب الرقم او يتسيف الرقم داخل الداتا فيلد كما انزل، يبقى ساعتها هتعامل الرقم معاملة مين؟ معاملة النص. وكل ده عشان ايه؟ عشان بس تتلافى حتة الصفر اللي هيكون على الشمال اللي هيطير لوحده، تمام؟ حتى انا عايزك بس كده تبقى تجربها وانت بتشتغل لوحدك، بحيث انك ايه بدل ما تخليها var character او var char مثلا 10، لا خليها انتجر عادية، وادخل جوه اكتب رقم تليفونك او رقم الموبايل بتاع حضرتك مثلا زيرو كذا 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 كذا، وابعد بعيد عن الفيلد بايه، انزل سهم لتحت اطلع سهم لفوق، المهم ابعد بعيد عن الفيلد وشوف القيمة بتاع الفيلد هتتغير ازاي، تمام؟ المهم دلوقتي ايه، ده تقريبا الجدول بتاعي. عشان اسيف الجدول دوت هقول له ايه سيف. بيسألني عن التيبل نيم، انت هتسمي التيبل ده ايه؟ اوعى برضو تسمهولي كده students details، لا انا عايز الكلام دوت كله يكون جنب ايه؟ جنب بعضه. عايز تحط حاجة في النص حط لي underscore، ما تسيبليش اسم الجدول في مسافات او في special characters. الunderscore ما تعتبرش من special characters على فكرة، خلاص؟ يبقى انا دلوقتي هسميه students underscore a details وهدوس اوكي. خلاص لو انا جيت هنا كده، حتى بص قدامك هو الجدول كده كده ظهر، بس بنعمل ريفريش، تمام؟ بيقول لي في التيبلز انت عندك تيبل اسمه ايه؟ اسمه students underscore details او بيانات الطلبه، تابع للدي بي او. عارفين مين هو الدي بي او؟ اللي هو الداتابيس اونر، تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي كريت تيبل جديد.
تعالى كده ندخل جوه التيبل ده ونقول له ايه. بص الاوبشنز اللي عندي عشان تبقى واخد بالك. لو انا رايت كليك كده على اسم الايه، اسم الجدول، يا اما بيقول لي انت عايز تعمل نيو تيبل، يا اما موديفاي لنفس التيبل. يعني انا لو عملت موديفاي كده هدخل لوضع الديزاين بتاع مين، بتاع التيبل اهو، مش ده كنا فيه من شويه، الانت والفار شار 100 والفار شار 250 والديت تايم والفار شار كام، 50. احنا قلنا دي نخليها مثلا فار شار 10. امتى انا هدخل للموديفاي؟ هدخل للموديفاي في حاله ما انا عايز اعدل حاجه في الديزاين. افترض اهو فعلا احنا من شويه مثلا كنا عاملين ده فار شار كام، فار شار 50، لا انا عايزها بقى فار شار 10، فدخلت فعلا عدلت حاجه وطلعت تمام. اوبن تيبل هيفتح لي الجدول، هيفتح لي بيانات الجدول. ديليت هيلغي لي الجدول البروبرتيز تمام، هيجيب لي البروبرتيز بتاعت مين، بتاعت الجدول دوت زي ما هو قدامك كده تمام. ولو عايز اعمل رينيم للجدول من هنا، الكلام ده طبعا لسه ايه، لسه هنشوفه قدام السكريبتات دي تمام. احنا دلوقتي خلينا في اوبن تيبل. لو فتحت انا اوبن تيبل كده هلاقي الجدول ظهر بالشكل اللي قدامك ده. بص بقى يا سيدي، ده الستودنت اي دي، يمثل مين هنا في الصوره؟ يمثل الامبلوي اي دي تمام. وده الستودنت نيم، يمثل هناك الفيرست نيم واللاست نيم. الستودنت ادريس مش نفس الشكل ده؟ طيب قدامي دلوقتي حاجتين، انا عرفت ان ده بالعرض كده اسمه ايه، اسمه رو، واللي بالطول دوت اسمه ايه، اسمه كولوم او ايه او فيلد تمام. ايه بقى الكلام اللي مكتوب ده؟ ايه نال دي؟ كلمة نال عموما تساوي امبتي، تساوي امبتي. ده ايه عشان نتفق بس من البداية، كلمة نال تساوي فارغ او تساوي امبتي. طيب كلمة نال طول ما هي مكتوبة قدامك في قاعدة البيانات بالشكل ده، كلها كابيتال ليترز كده مكتوبة بإيتاليك ستايل يعني خط مايل كده، ده معناه ايه؟ معناه ان الحقل دوت لو استدعيته للغه البرمجه وخزنت القيمه اللي جواه في فاريبل، القيمه دي لا تساوي اي شيء، يعني مساحه الحقل ده صفر، مساحه الحقل دوت صفر. طب ما انا ممكن برضو اجي مثلا اعمل كده، هو كده مفيش حاجه اهو، انا فعلا واقف في اول حقل ومفيش اي حاجه مكتوبه فين، في الفيلد ده. ولكن خد بالك، كون ان انت شرعت او بدات او حطيت في دماغك ان انت هتكتب حاجه وكتبتها جوه الفيلد ومسحتها وخليت الفيلد ابيض، ده ما يرجعوش للحاله نل اللي كان عليها. يعني بص كده، الحقل دوت لو تم استدعائه لقاعده البيانات، لو تم استدعائه للبرنامج بتاع حضرتك داخل لغه البرمجه وخزنت القيمه دي في فاريبل، فاريبل دوت ياخد مكان جوه الرام تمام. اذا كده في ايه؟ كده غير كده، المساحه اللي بيشغلها الفيلد ده غير المساحه اللي بيشغلها الفيلد ده. ده بالنسبه لموضوع نل. المهم دلوقتي انا عندي فيلد او عندي ستودنت رقم واحد اسمه مثلا احمد تمام. الستودنت ادريس هيكون مثلا مينيا تمام. البيرث ديت مثلا يكون 1/1/1980 مثلا 980. الموبايل مثلا تمام، ده ايه، ده واحد. واتملى دلوقتي الجدول اللي قدامك بالشكل التالي بالبيانات اللي قدامك دي تمام. فاصبح دلوقتي انا عندي كام رو؟ دي 1 2 3 4 5 6 7 تمام. حتى هو تحت بيقول لي دلوقتي انت واقف على الرو رقم 7 من اجمالي كام، توتال نمبر اوف ايتمز كام، 7 تمام. انت دلوقتي واقف على الرو رقم 2 من كام ريكورد، من كام رو اساسا عندك، 7 سطور او 7 سجلات تمام. يبقى انا عندي دول روز، وعندي ده كولوم، وده كولوم، وده كولوم، وده كولوم، وده كولوم ايه كمان. دلوقتي البيانات متسجله قدامك بنفس تقريبا الشكل اللي ايه اللي قدامك ده تمام. واتفقنا ان اي صف بشكل عمودي كده يمثل ايه، يمثل كولوم او فيلد، واي سطر بشكل افقي يمثل ايه، يمثل رو. فدلوقتي
انا عندي ستودنت اي دي ده ينفع اقول عليه كولوم وينفع اقول عليه فيلد. اقول الفيلد بتاع الستودنت اي دي تمام في والله كذا وكذا وكذا وكذا، والكولوم مثلا بتاع الستودنت اي دي في كذا وكذا وكذا وكذا. عايز بقى اديك مثال وانا بسجل هنا مثلا الطالب رقم 8. بص خد بالك دلوقتي هو واقف مستني او متهيأ لاضافه ايه؟ لاضافه جديده. اول ما هبدا كده هيبدا يحط لي علامه الايه؟ البنسل دوت او علامه القلم ده، ومعنى كده ان انا ايه؟ بضيف بيانات. هاجي مثلا في اسم الطالب دوت وهخليه مثلا تمام كده تاريخ الميلاد مثلا، مش هكتب بقى تاريخ ميلاد، اروح كاتب له كده او مثلا 15/16/2000 وجيت ماشي. قال لي اه بص بقى، قال لي دلوقتي the changed value in this cell wasn't recognized as valid. يعني ال value اللي انت كتبتها اللي هي 15/16/2000 تمام، دي انت خد بالك هو بيقول لك اساسا انت الغلط ده فين؟ ده بيقول لك انت الغلط عندك في الرو الثامن اللي انت واقف فيه ده في الكولوم الرابع، ما هو دي 1 2 3 4 تمام. بيقول لي بقى الفاليو اللي انت عملت لها تشينج او الفاليو اللي انت كتبتها لم يتم تعريفها على انها ايه؟ valid value او قيمة صحيحة، يعني لم يتم التعرف عليها كقيمة صحيحة. بيقول لي ان الدوت نت فريم ورك داتا تايب، ان الداتا تايب بتاع الكلام دوت نوعها ايه؟ داتا تايب. بيقول لي string wasn't recognized as a valid داتا تايب، اعتبر ان اللي انت كتبته ده اعتبره string تمام ومش valid داتا تايب تمام. طب تعالى بقى نعمل كده، انا عايز امشي بقى بعيد. طب يا عم خلاص انا مش عايز اضيف، كل ما بحاول اتحرك بره كده ايه بيرجعني تاني. عشان الغي عمليه الاضافه اللي انا فيها اقول له ايه؟ اسكيب. حتى هو انت لو قريت في الرساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي تايب ا فاليو ابريشيت فور ايه؟ فور ذا داتا تايب، يعني حط لي داتا، حط لي فاليو هنا مناسبه للداتا تايب اللي اسمها ايه؟ دي التايم الخاصه بالفيلد ده. يا اما بريس كانسل تمام، بريس اسكيب تو كانسل ايه؟ ذا تشينج. عشان بقى امشي بعيد عن الريكورد ده خالص وما يعرفنيش ادوس ايه؟ اسكيب. بدا فعلا يشيل الريكورد ده خالص تمام. يبقى انا دلوقتي المفروض وانا بملى او وانا بعبي بيانات او بحط قيم داخل الحقول دي او داخل الكولومز دي او داخل الاعمده دي، المفروض ان انا بحط قيم مناسبه للديتا تايب تمام. فما ينفعش مثلا في اسم الطالب احط رقم، هو الراجل مش هيعترض لانه هيعتبر الرقم فار كاركتر، اعتبره نصي. بس هل انت عندك واحد بالاسم ده تمام؟ يبقى انا المفروض بحط الايه؟ بحط بيانات او قيم داخل الاعمده او داخل الحقول تناسب وتلائم مين؟ تلائم الداتا تايب الخاص بالحقل ده تمام كده. فمثلا تاريخ الميلاد وليكن مثلا 16 10 1988، رقم التليفون مثلا بالشكل ده تمام كده. تقريبا ايه؟ الجدول قدامك اكتمل. ولكن تعالى بقى ايه اعرض عليك كيس جديدة او حالة جديدة. دلوقتي جاني طالب جديد تمام، وجيت اسجله فروحت مديله رقم 8 واسمه عادل تمام، والعنوان بتاعه مثلا وليكن كايرو، وتاريخ الميلاد وليكن مثلا 6/12/1986 تمام، ومعنديش مثلا رقم تليفون. وجاني واحد تاني ما اديتلوش كود تمام واسمه حسن تمام، ومثلا بالجيزة تمام، والتاريخ الميلاد بتاعه وليكن مثلا 3/7
مثلا 1988، تمام بالشكل ده. الراجل ما اعترضش، بس انا كديزاينر المفروض اعترض، او انا كصاحب شغل المفروض اعترض. ازاي اساسا يبقى عندي 2 طلبة ببيانات مختلفين واخدين نفس الاي دي؟ يعني ده اسمه حسين ومن اسوان، وده اسمه عادل ومن القاهرة، وتاريخ الميلاد ده غير تاريخ الميلاد ده، ورقم التليفون هنا انا عارفه ورقم التليفون هنا انا معرفهوش. معنى كده ان الطالب ده اساسا بني ادم غير ده. ازاي بقى الاتنين وهما داخلين عندي ياخدوا نفس الرقم؟ تمام. اذا دلوقتي المفروض ان انا اعمل فاليديشن او اعمل كنترول على الفيلد ده بحيث انه ما يقبلش تكرار الاي دي. تمام، دي نقطة ننتهي منها دلوقتي. النقطة التانية، ازاي ان طالب يدخل عندي المدرسة بدون ما ياخد اي دي حتى ولو متشابه؟ ياخده غلط مفيش مشاكل، بس المهم ان المفروض ياخد ايه؟ ياخد اي دي. تمام. فدلوقتي هو ايه الجدول او السيكوال سيرفر انجن نفسه ما اعترضش على عدم وجود اي دي هنا. ليه؟ لانه اساسا ما عندوش قاعدة او كنترول معين او بيس معين يقف عليه ويقول لك ايه، والله ده انت ما خدتش اي دي للراجل ده. يعني ما عندوش فاليديشن او قاعدة تحقق او شرط معين، تمام، بناء عليه يطلع لك رسالة يقول لك لا ما تسيبليش مين، ما تسيبليش الاي دي فاضي. تمام. تعالى بقى نصلح الحاجات دي كده واوريك بقى الكلام ده اساسا تراعيه ازاي وانت بتعمل ديزاين لمين، للجدول بتاعك. بص كويس في الاشكال اللي قدامك دي. اولا انت عشان تبقى بس عارف يعني ايه كلمه بي كي او برايمري كي، بيقول لي a primary key is a column، يعني شكله شكل اي كولوم في الدنيا، or a set of columns او مجموعه من مين، من الاعمده. يعني انا عندي هنا البرايمري كي يمثل مين؟ يمثل كولوم واحد بس اللي هو الامبلوي اي دي. اما مثلا في جدول تاني يمثل كام كولوم؟ 2، وفي جدول تالت ممكن 3، وفي جدول 1000 ممكن يكونوا مثلا 10,000 برايمري كي. ايا كان بقى، يعني سيبك من الاعداد، انا بتكلم ايه، بتكلم بمبالغه شويه. المهم انا ممكن يكون عندي اكتر من كام، اكتر من برايمري كي او اكتر من كولوم يمثلوا لي في الاخر ايه، برايمري كي. تمام. المهم هو بيقول لي a primary key is a column or a set of columns، يا اما هو عباره عن عمود او مجموعه من الاعمده، تمام، that uniquely identifies each row in a table. الكلام ده بقى معناه ايه؟ بيقول لك ان primary key دوت او المفتاح الاساسي، تمام، يمثل عمود او مجموعه اعمده. بتعمل ايه بقى البرايمري كي ده؟ بيخلي الرول اللي انت واقف عليه دوت، تمام، فريد من نوعه داخل مين؟ داخل نفس الجدول. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انت لو قلنا ان الجدول اللي قدامك ده البرايمري كي فيه هو المين؟ الامبلوي اي دي. دلوقتي الامبلوي اي دي او الرول اللي هو ستيفن كينج دوت، الخاص بستيفن كينج ده، تمام، الاي دي بتاعه كام؟ 100. فال 100 دي ما دام الحقل دوت برايمري كي، اذا القيم دي مش هتتكرر معايا على مستوى مين؟ ما هو من ضمن وظائف البرايمري كي انه ما بيعملش دبليكيت في الداتا داخل نفس مين؟ داخل نفس الفيلد في نفس الجدول. ما بيعملش دبليكيت في الداتا داخل نفس الفيلد في نفس الايه؟ في نفس الجدول. فبقى ستيفن كينج ده اللي رقمه 100 ما ينفعش يتكرر تاني، او واحد تاني ياخده بايه؟ برقم 100. ممكن يكون عندك واحد تاني اسمه ستيفن كينج بس ما يبقاش رقمه 100، وممكن ستيفن كينج تاني يكون برضو داخل نفس الديبارتمنت اي دي، يكون داخل نفس الاداره التابع ليها ستيفن كينج رقم 100. يعني مثلا اعتبر ان مثلا جينيفر والين ديت اللي هي الاي دي بتاعها رقم 200، اعتبر ان 200 و100 الاثنين اسمهم ستيفن كينج، والاثنين الاي دي بتاعهم كام؟ الديبارتمنت اي دي بتاعهم كام؟ 90. ولكن هيجي بقى دور البرايمري كي، هيخلي هنا 100 وهنا 200، اذا بقى الرقم 200 ده ليه معاملة خاصة والرقم 100 ده ليه معاملة خاصة، لأن ممكن في الإدارة يكون 100 دوت قديم عن مين؟ عن 200، يكون ستيفن كينج دوت أقدم من ستيفن كينج التاني ده،
تمام. وبناء على كده هيكون في فرق في المرتب، وبناء على كده هيكون فرق في ساعة العمل او اجر ساعة العمل او ثمن ساعة العمل اللي بيشتغلها ستيفن كينج رقم 100 عن ستيفن كينج رقم 200 وهكذا. يبقى انا البرايمري كي دلوقتي بيخلي لي كل رو عندي فريد، ما ينفعش يتكرر على مستوى الجدول. طب انت لو بصيت فعلا للكلام اللي انا قلته في الجدول ده هتلاقي الكلام ده صحيح، 100 101 102 200 205. طب ايه بقى الجدول ده؟ مش دول برايمري كي؟ مش الراجل هنا رسم لك الرسمه دي؟ تمام. ايه بقى 104 و104 و105 و103 و105 تاني؟ وهنا الحساب ده متكرر ومتكرر معايا كمان هنا. ايه بقى القضيه دي؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا قلت لك يا اما البرايمري كي بتاعك ده هيكون عباره عن ايه، كولوم واحد او سيت اوف كولومز، يا اما عمود او مجموعه من الاعمده. تمام. في حاله لما بيكون مجموعه، في سوري، في حاله ما بيكون سنجل كولوم او عمود واحد، ففعلا القيمه ايه ما بتتكررش على مستوى العمود. اما لما بيكون سيت اوف كولومز او مجموعه من الاعمده، البرايمري كي ما ينفعش اقول ان ده برايمري كي وده برايمري كي، لا، الاثنين مع بعض برايمري كي. قيمة ده على قيمة ده الاثنين ايه؟ برايمري كي. يعني مثلا ما ينفعش اقول هنا اه ما هنا ال 104 اتكررت وهنا ال 104 اتكررت تاني، لا، انا لازم ابص كده، هل ال 104 اتكررت مع الحساب رقم 75760؟ طب ادي 760 متكرر تحت، لا بس مش مع 104. طب وادي 104 اتكررت تحتها بس مش مع مين؟ مش مع 75760. ده لما اتكرر اختلف رقم الحساب، وده لما اتكرر اختلف مين؟ البنك نمبر او البرانش نمبر اللي انا بتعامل معاه. يبقى انا دلوقتي، لان انت فعلا ممكن بكل بساطه انت عندك مثلا بنك وليكن مثلا اللي هو الايه، الاي بي سي بنك او الاتش اس بي سي بنك او اي بنك في الدنيا، المفروض مثلا ان انا ممكن يكون رقم الحساب بتاعي رقم مثلا 10000 وانا في برانش رقم واحد. تمام. انا مثلا بنك عندي دوت متقسم لفروع، انا في برانش نمبر 1. تمام. في برانش نمبر مثلا 7 ممكن يكون واحد تاني واخد نفس رقم الحساب، انا رقم الحساب بتاعي 10000 سي مثلا، انا بفترض معاك كده. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي دبلكيت فين؟ في رقم الحساب. ولكن القاعدة الصحيحة او القاعدة المنطقية بتقول ان ما ينفعش اعمل دبلكيت لرقم الحساب داخل مين؟ داخل السيم برانش او داخل نفس الفرع. ولذلك ساعتها اقول ان البرايمري كي بتاعي بيتكون من مين؟ من سيت اوف كولومز اللي هو الاكونت نمبر او رقم الحساب، والبنك نمبر او البرانش نمبر رقم الايه؟ الفرع. فمع البنك 104 كان عندي حساب رقمه كام؟ 75760. اما مع البنك رقم 105 برضو كان ايه؟ كان في حساب بنفس الرقم 75760، ولكن الاتنين مع بعض دول لا يمثلوا مين؟ لا يمثلوا، او سوري بمعنى صح، كل واحد فيهم لا يمثل برايمري كي، الا ان هما الاتنين مع بعض يمثلوا مين؟ برايمري كي. يعني ما ينفعش هنا اقول 104 اه وهدي ادي هنا 104، لا، انا ابص كده 104 مع 75760 اتكررت تاني؟ لا. طب 104 مع 77956 اتكررت تاني؟ لا. طب 105 مع 75760 اتكررت تاني؟ لا. يبقى انا ماشي البرايمري كي الاثنين مع بعض. طب هنفترض بقى ان البنك نمبر والاكونت نمبر والبالانس مثلا الثلاثة مع بعض دول برايمري كي، يبقى انا لما هبص على الثلاثة مع بعض اشوف هل الثلاثة تم تكرارهم في نفس الجدول ولا لا. ما ينفعش ابص القيمة ده قيمة ده وقيمة ده، لا، أنا ببص القيم التلاتة مع بعض في نفس الوقت. تمام؟ دي حتة. بيقول لي تاني، تمام؟ إن برايمري كي، بيقول لي each table should A should have a primary key and a primary key must be A unique. تمام؟ No part of the primary key can be A null. الكلام ده بقى معناه إيه؟ بيقول لي ان المفروض علميا ان كل جدول المفروض يكون عنده ايه؟ يكون عنده برايمري كي. المفروض كل جدول يكون عنده ايه؟ برايمري كي. انت برايمري كي ماست بي يونيك، المفروض يكون الكلام دوت ايه؟
البرايمري كده ما بيتكررش، تمام؟ يعني ما يتكررش جوه نفس الجدول، يعني ما تعمليش البنك نمبر هنا تعمله هنا برايمري كي، وفي اخر الجدول ايه تعمل لي برضو فيلد مثلا بنك نمبر، مش بنك اندر سكور ان او، لا بنك نمبر، وده يفيد رقم البنك وده يفيد رقم البنك، وهنا تعمله لي برايمري كي، وفي الاخر تسيبه لي ايه فاضي، تمام؟ وما ينفعش ان انا اسيب، او الانجن بتاع قاعده البيانات نفسه مش هيسمح لي ان انا اسيب ايه، اسيب ده نال. يعني لو رجعت للسيكوال سيرفر مش كان حسن دوت او الفيلد او الريكورد او الرول رقم 10 كنا سايبين ده فاضي، تمام؟ اللي هو الستودنت اي دي، قال لي لا، قال لي ان المفروض البرايمري كي بتاعك ده عمره ما هيكون ايه، عمره ما هيكون نال، تمام؟ المفروض بقى عشان تبقى ايه، تبقى في الصوره دلوقتي، انت المفروض اساسا ترجع للديتابيس عشان تعرف تبني او تعرف تبيلد او تعرف تديترماين مين البرايمري كي داخل الجدول ده. ما تسيبليش الجدول مفتوح كده وتروح تعمل ايه، رايت كليك وتقول لي موديفاي. ما انت فعلا كده داخل على الديزاين، انت ما حدش قال لك حاجه، بس اتعود دايما طول ما انت فاتح الران تايم بتاع الجدول تقفله وانت رايح تفتح مين، وانت رايح تفتح الديزاين. يعني ما تقولوش موديفاي وانت اساسا فاتح الجدول، اتعود بقى على الشغل ده كده على طول، تمام؟ تعالى هنا ايه، قول له مين، قول له سيت برايمري كي. ليه بقى سيت برايمري كي؟ يعني ايه سيت برايمري كي دي؟ يعني المفروض ان انا هقول له اعمل ايه، اعمل لي برايمري كي هنا على الفيلد، على الايه، على الفيلد ده. طب افترض ان انا عايز اعمل على الاثنين دول مع بعض، ادي شيفت كده، تمام؟ انا ده شيفت على فكره، ورايت كليك واقول له ايه سيت برايمري كي، بقول الاثنين دلوقتي مع بعض ايه برايمري كي. عايز اشيل من على ده، اتشال من على الاثنين. ليه هيتشال من على الاثنين؟ ما انا كنت معلم على ده. قال لك لا، ما انت ساعه ما انت جيت عملت اساسا البرايمري كي عملته على الاثنين مع بعض. طيب نعمل سيف على الوضع ده ونرجع نقول بقى ايه موضوع تاني كده. انت المفروض انت برايمري كي بالنسبه لك ايه، قصه وانتهت. احنا هنتطرق لموضوع البرايمري كي مره تانية لما ندخل في الاندكس، وتقريبا احنا اثناء المحاضرات بتاعتنا، اثناء اللايف كلاس بتاعتنا او اللايف سيشنز بتاعتنا، اتكلمنا كويس خالص عن مين، عن البرايمري كي. مفيش داعي ان انا اقعد وازيد، اقعد اعيد وازيد ايه فيه. ولكن في نقطه عايز برضو انبهك ليها، ايه يعني اللو نالز دي؟ يعني ايه اللو نالز دي؟ لو جينا قفلنا الديزاين بتاعنا ده وجيت رحت عامل كده اوبن تيبل، بص اساسا وانا بوريك دلوقتي من شويه في البرايمري كي، قال لك ان ما ينفعش البرايمري كي يكون ايه، يكون نال، بدليل انك لو جيت نفضت هنا كده ورحت مثلا كاتب مثلا هنا، وجيت هنا مثلا رحت كاتب ال student address مثلا، هنسيبه فاضي دلوقتي دي مثلا، مثلا كده، تمام؟ وجيت تمشي بعيد عن الريكورد ده، تطلع بقى سهم لفوق تدوس انتر، تدوس تطلع تدوس لسهم لتحت، جيت تمشي كده قال لك بقى الكلام اللي قدامك ده، قال لك نو رو ووز ابديتد، يعني الرول اللي انت عملته ده مش هيتابديت، مش هيتاكتف اساسا، تمام؟ بيقول لي ذا داتا الرو 11 اللي هو اللي انا فيه حاليا ده، تمام؟ وزنت ايه كوميتد، لم يتم اعتمادها. كلمه كوميت يعني اعتماد ايه الداتا. بيقول لي ان الايرور سورس المكان يعني او مصدر الخطا نفسه من جاي منين، من الدوت نت سيكوال كلاينت داتا بروفايدر. في حاجه اسمها سيكوال كلاينت داتا بروفايدر، هناخدها فين؟ في ليفل 3 ان شاء الله. بيقول لي بقى المسج، الايرور مسج نفسها، بيقول لي كانت انسيرت، تمام، ذا فاليو نال انتو كولوم مين ستودنت اي دي.
بيقول لي انا مش قادر اعمل انسيرت للنال فاليو ديت، تمام، في مين؟ في الستودنت اي دي. طب ليه قال ما قاليش في الستودنت ادريس؟ ما انت من شويه عملت مين؟ عملت الستودنت اي دي ده برايمري كي، وما دام وصلت للبرايمري كي اذا انت ما ينفعش تسيبه ايه فاضي. فبيقول لي انت طبعا مش قادر احط مين، مش قادر احط نال فاليو جوه مين، جوه الستودنت اي دي داخل التيبل اللي اسمه سكول. انا ما عنديش تيبل اسمه سكول، ايه ده؟ بص بقى هو بيقراها ازاي، سكول دوت دي بي او يعني قاعده البيانات دوت الاونر بتاع قاعده البيانات دوت مين اسم الجدول اللي هو اسمه ستودنتس اندر سكور اي ديتيلز، تمام. بيقول لي كولوم دازنت الاو نالز انسيرت فيلز، يعني اساسا الكولوم بتاعك اللي انت بتتكلم عنه ده مش ايه، ما بيسمحش بالنالز، ما بيسمحش بالايه، بالنال فاليوز. وبيقول لي ان عمليه الانسيرت بتاعتك ايه فيلز او فشلت. حتى هنا بيقول لي ذا ستمنت هاز بين ايه تيرمينيتد، تم التنفيذ يعني والتطنيش لمين، لقاء لجمله الانسيرت بتاعتك. بيقول لي كوركت ذا ايرورز اند ريتراي، يعني حاول تصلح الخطا اللي حصل دوت وتعمل ريتراي اور بريس اسكيب تو ايه تو كانسل ذا تشينجز، تمام. هدوس اوكي وارجع اعمل مين، اعمل هنا 11 وامشي بعيد كده، كده اقبلها. طب ليه بقى ما اعترضتش هنا؟ ما اعترضتش هنا عشان قلت لك ان ده مش برايمري كي. طيب لو رجعنا للديزاين من شويه، لو رجعت بالفيديو لورا هتلاقي ان حقل النيم دوت مش برايمري كي. حقل النيم ده مش انا عندي كام برايمري كي دلوقتي في الجدول؟ لما انا عملت سيف، عملت سيف على ان البرايمري كي بتاعي الستودنت اي دي، تمام. الستودنت نيم عندي مش برايمري كي، وهاجي اشيله وهمشي بعيد، اشتغل معايا ايه؟ تمام. في كده اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. طب تعالى نعمل كده ونقول له ايه موديفاي، ومثلا ثواني نرجعها في الاوبن تيبل تاني، نعملها مع ريكورد جديد، نخلي دي مثلا ايمان، ايمان تقريبا مكتوبة، تمام. دي مثلا 12، وهسيب ده فاضي، هسيب ده فاضي وهمشي كده، واقول مثلا دوت وليكن مثلا بتاريخ الميلاد مثلا 6/11، مثلا كده. تمام، وهاجي امشي بعيد. اوبا، قال لي بقى ان انت عندك ايه، عندك ايرور. قبل ما اقرا الايرور ده عايزك تبص لحاجه، هو دلوقتي اعترض على ايه؟ ما ال 12 دي مش متكرره، وال 12 دي اساسا انا كاتبها، يعني حقل برايمري كي واخد حقه وزياده، ومفيش اي فاليديشن على اي حاجه تاني. ايه بقى الايرور اللي طلع؟ طب تعالى نشوف الايرور كده بيقول ايه. بيقول ان نو رو ووز ابديتد، شكل الرساله شبه الرساله اللي فاتت، مفيش عندك ايه سطور تعمل لها ابديت. بيقول لي ذا داتا الرو نمبر 12 وزنت ايه كوميتد، لم يتم اعتمادها، او الايرور بروفايدر او الايرور سورس بتاعي جاي منين، من الدوت نت سيكوال كلاينت داتا ايه بروفايدر. بيقول لي كانت انسيرت ذا فاليو نال، مش قادر احط نال جوه مين، جوه الستودنت نيم. طب واحنا مال لو مال الستودنت نيم؟ الستودنت نيم اللي هو الفيلد التاني على فكره. الكلام دوت لو بيعمله معايا مع الستودنت اي دي هقول ماشي، اما ليه الستودنت نيم؟ طب تعالى نكمل الرساله للاخر. بيقول لي التيبل بتاعك جوه قاعده البيانات اللي اسمها سكول، تحت اليوزر او المالك لقاعده البيانات اللي هو الدي بي او داتابيس اونر، تمام، دوت ستودنتس اندر سكور اي ديتيلز. بيقول لي الكولوم بتاعك دوت دازنت الاو نالز، الانسيرت بتاعك ايه؟ فشل. طب تعالى كده نتاكد من الكلام اللي هو بيقوله. لو جيت انا هنا رايت كليك كده قلت له موديفاي وانا فاتح الديزاين، بس ايه انا مش هعمل حاجه هناك، وانا سوري وانا فاتح الجدول فرونت تايم انا مش هعمل حاجه في الديزاين، ولكن هبص بس
لقيت فعلا هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ان الستودنت نيم بتاعي قال له ايه، قال له نلز بتاعه بايه، بفولس، يعني لن يقبل القيم اللي هي بايه، بنال او الامبتي او النال فاليوز، تمام. لكن طول ما هي متعلمه كده ينفع، بدليل انك مثلا جيت في مره في العنوان ما كتبتش العنوان، فكتب لك مكانها نال وسكت، تمام. يبقى ساعتها هاجي هنا مثلا كده، تمام، واروح كاتب اي اسم مثلا بالشكل ده، تمام. طيب هوصل معاك لنقطة أخيرة في السيشن دي. افترض دلوقتي إنك عايز تعمل 2 برايمري كي جوه الجدول، إيه بقى الكلام الجديد ده؟ في ناس هتقول ده كلام جديد، وفي ناس هتقول لأ، ما 2 برايمري كي يبقى زي كده. لأ، أنا عايز لا الرقم ده يتكرر ولا الرقم ده يتكرر، لا ده يتكرر ولا ده يتكرر، تمام. نعمل ايه بقى؟ هديك مثال دلوقتي اللي انا بقوله لك ده. لو انا جيت دلوقتي رحت عامل ايه، جه عندي طالب اديت له كود رقم 13، هل في تعارض ما بين رقم 13 والارقام السابقه دي؟ مفيش اي تعارض، فعلا هي ماشيه بسيكونس معين، وانا فعلا الرقم دوت ما تكررش او ما اتاخدش قبل كده. ولكن الطالب الجديد ده، تمام، اسمه ايه، اسمه مثلا عبده برضه، تمام. ومنين؟ ومثلا من وين؟ ومثلا تاريخ الميلاد 9 مثلا 6 1984، ورقم التليفون مثلا 5. قبله كده زي الفل اهو، دلوقتي الرقم مختلف، هو بس في تشابه في الاسم. طب انا بقى مش عايز بقى ايه، اعمل برايمري كي على الاثنين، يعني برضه مش عايز الاسم يتكرر. تعال نشوف الناس اول حاجه فكرك هيروح ليها ايه هي، ونعملها ونشوف النتيجه بتاعتها هتبقى ماشيه ازاي. اولا اقفل الران تايم بتاع التيبل وافتح الديزاين بتاعه. الناس دلوقتي هتقول ايه، انا هلغي البرايمري كي على الحقل ده وهعمل البرايمري كي على ايه، على الحقلين مع بعض، كلام سليم. تعالى كده نعمل سيف، نقفل الموديفاي بتاعنا ونفتح الجدول. لو جيت دلوقتي قلت رقم 13 مع واحد اسمه ايه، وليكن مثلا الاسم امير، او مثلا خليها حاجة مختلفة خالص، عماد، تمام، والبلد مثلا كايرو، وتاريخ الميلاد سيبك بقى من تاريخ الميلاد دلوقتي، قبله. الله، طب ما هو انت من شوية ما كنتش بتقبل الدبليكيت في الفاليوز دي، وقبلت ليه 13 المرة دي؟ قال لك اصل انا دلوقتي البرايمري كي بتاعي مش على الستودنت اي دي، انا البرايمري كي بتاعي على الستودنت اي دي والستودنت نيم في السيم تايم، في نفس اللحظه. بمعنى ان انا لو جيت كتبت 13 تمام مع عماد تاني، وجيت سبت الفيلد، هيبدا يقول لي ايه، هيبدا يعترض، يقول لي ان انت عندك اساسا البرايمري كي بتاعك، تمام، كانت انسيرت دوبليكيت كي ان اوبجكت اللي هو اسمه ايه، او التيبل اللي اسمه students underscore a details، بناء على مين، على البرايمري كي ديتيل، البرايمري كي اللي موجود فين في الجدول. اساسا الرساله بتقول ايه، بتقول violation of mean of primary key constraint، انت عملت انتهاك او كسرت القيد الخاص بمين، بالبرايمري كي، وده ما ينفعش. طب لو قلت له مثلا 13 مع مثلا وليكن مع حسن، بلاش بقى مع حسن المرة دي، هخليها 13 مع علي، ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي بقى، انت كده حصلت دربكة كتيرة خالص. اول حاجة 13 اتكرر عندك كم مرة؟ 3 مرات، وعبده اتكرر معاك مرتين، مرة مع 12 ومرة مع 13، وعلي نفس النظام اتكرر معاك مرتين، مرة مع
كام؟ 11 ومرة مع 13. لا انت كده بهدلت الدنيا، انت كده هيفضل يعمل الكونسترينت او القيد بتاع البرايمري كي على الفيلدين مع بعض. انا عايز افصل ده لوحده وده لوحده، يشتغل الستودنت اي دي كبرايمري كي لوحده ويشتغل الستودنت نيم كبرايمري كي لوحده. هل ينفع؟ بص علميا الكلام ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش الجدول يكون فيه اكتر من برايمري كي، ده شغال لوحده وده شغال لوحده. احنا قلنا البرايمري كي بتاعنا يا اما كولوم واحد يا اما اسيت اوف كولومز، وكلمه اسيت اوف كولومز يعني اكتر من عمود، وما دام اكتر من عمود السيكوال سيرفر انجن بيعتبر ان الثلاث قيم اللي في الثلاث اعمده مثلا دول قيمه واحده، يعني بيعامل البرايمري كي اللي هو سنجل كولوم زي ما بيعامل البرايمري كي اللي هو ايه A set of columns زي ما شرحنا من شويه. اذا انا هلغي ايه؟ هلغي الثلاث سجلات دول تمام، وارجع بقى لمين؟ للجدول بتاعي، اصلح بقى البهدله اللي ايه اللي حصلت هناك. ادي موديفاي وارجع بقى اشيل الايه، اشيل البرايمري كي ده وارجع البرايمري كي بتاعي على مين؟ على الستودنت اي دي. طبعا الوضع دوت اللي كنا عليه اساسا قبل مين؟ قبل ما نعمل برايمري كي على الاثنين. لو رجعت بالفيديو هتتاكد. انا بقى عايز اخلي الستودنت نيم ده برضه ما يتكررش، بس ده يشتغل لوحده وده يشتغل لوحده، يعني ده يشتغل لوحده وده لوحده، ما يعمليش هو الكونسترنت على الاثنين، ما يعمليش قيد تحقق او فاليديشن على مين؟ على الاثنين مع بعض. لا انا بقى عايز اجي هنا كده اخلي دوت ايه ده مثلا، يبقى في كود واخد رقم 13 و14، بس 13 اسمه احمد و14 اسمه احمد. لا انا مش عايز كده تمام، 13 يكون اسمه غير ايه؟ غير الاسم بتاع 14. يعني مش هكتفي باختلاف الاي دي بس، لا ده انا كمان عايز اخلي النيم هو ايه يختلف. هاجي هنا كده رايت كليك على الفيلد اللي انا عايز اخليه يعتبر او يساوي البرايمري كي التاني تمام، رايت كليك عليه واقول له اندكسز اند كيز تمام. فتحت لي الشاشه دي، قال لي اساسا الجدول بتاعك خد بالك بقى بيقول لي ايه، بيقول لي سيلكتد برايمري اور يونيك كيز اور ايه اور اندكس، تعمل سيلكت يعني من هنا. ولكن الكلام ده اللي انا عايز اعرفه بقى، الكلام ده جه منين اساسا؟ الكلام ده جه منين؟ الكلام اللي قدامك ده كلمه بي كي اندر سكور ستودنتس اندر سكور ديتيلز بيقول لك ان انت اساسا جوه الجدول اللي اسمه ستودنتس اندر سكور ديتيلز عندك برايمري كي. تفاصيل البرايمري كي دي فين؟ موجوده عندك هنا في الجدول اللي قدامك ده تمام. ايه بقى اللي موجود في الجدول؟ بيقول لي الكولومز اللي هي فيها بقى البرايمري كي مين؟ اهي ستودنت اي دي تمام. والسورت اوردر، يعني ايه بقى سورت اوردر؟ المفروض لما هتفتح الجدول هتلاقي ان هو اوتوماتيك بيعمل لك ترتيب للبيانات، ترتيب للبيانات او ترتيب للسجلات اللي جوه الايه اللي جوه الجدول. فكلمه ascending يعني ترتيب تصاعدي، يعني هيبدا من 1 و2 و3 و4. حتى كدليل لو جيت انا رحت مخلي دي descending كده ورحت قلت له كلوز وقلت له سيف تمام، وجيت قلت له ايه، قلت له اوبن تيبل، بص بقى راح مرتب الجدول ازاي، 12 و11 و10 وايه لغايه ما وصل لواحد. لو رجعت بالفيديو انت لورا شويه ما كنتش هتلاقي ان الجدول بيفتح بالطريقه دي ابدا تمام. نرجع للي كنا فيه واللي هو الايه الخاص بالاندكسز اند ايه اند كيز. ارجع بس الكلام دوت زي ما كان ascending عشان ايه ما نلخبطش الامور. المفروض البرايمري كي ده انا ما العبش فيه بقى، دي قصه وخلصت. وادي البرايمري كي بتاعي، ممكن اعمل له هنا مثلا زي ديسكريبشن، اكتب هنا مثلا زي ديسكريبشن كده واقول والله ده المفتاح تقريبا مفيش عربي، اه تقريبا مفيش عربي مثلا. تمام بالشكل ده.
خلاص. انا لغايه دلوقتي لسه ما جيتش عند المشكله بتاعتي اللي هي الايه، ان انا عايز اخلي ده برايمري كي بس ايه ليه شغله لوحده. انا كل دوت بلعب في مين؟ بلعب في البرايمري كي اللي هو اللي انا عملته من هنا، اللي هو اللي انا حطيته بشكل مفتاح دوت لما دوست رايت كليك وقلت له سيت از برايمري كي. انا بقى عشان اشتغل بقى شغل انا الجديد اقول له ايه؟ اقول له اد. اد ايه بقى؟ هو قال لي شوف هو الافتراضي بتاعه خد ايه، انا دلوقتي واقف فين؟ البرايمري كي ده ما تجيش عنده، انت واقف على الاندكس، تمام، واقف على اندكس داخل الجدول اللي اسمه ايه، ستودنتس اندرسكور ديتيلز. انت كده بتعمل اندكس اي اكس اختصار لمين؟ لاندكس، ويو كي اختصار ليونيك كي، وبي كي اختصار لبرايمري كي، واف كي اختصار لحاجه اسمها فورين كي. تمام، تعال نكمل. قال لك ان الافتراضي بتاعك مين؟ الستودنت اي دي. انا ليه اعمل اندكس على الستودنت اي دي اساسا وهو الاندكس والبرايمري كي بتاع الستودنت اي دي؟ وما دام ان انا عندي برايمري كي على فيلد معين، اذا الفيلد ده اندكس، لكن مش كل اندكس تبقى ايه، تبقى برايمري كي. تمام. المهم انا هقول له ايه، لا ده انا عايز اساسا اعمل الكلام دوت على الفيلد اللي اسمه ايه، ستودنت نيم، واعمل لي برضه سورتنج ايه، اسندنج سورتنج اللي هو ايه، ترتيب تصاعدي. بيسالني بقى بعد كده بيقول لي از يونيك. تمام، يعني انت عايز يكون فريد ما يتكررش؟ طبعا انا عايزه فريد ما يتكررش، امال انا بعمل ده كله ليه؟ خلاص، ما هي الاندكس برضه مش من ضمن فوائدها انه يعمل لك يونيك ولا لا، ما هو ممكن فعلا يكون الاندكس بتاعك بيتكرر، بس انت عايز اندكس على الفيلد ده عشان وانت بتعمل سيرش بعد كده في مثلا في مليون ولا 3 مليون ولا 10 مليون سجل، تمام، الاندكس تنجز معاك في السرعه اثناء البحث. خلاص. المهم هقول له ايه، هقول له يس. بيقول لي التايب بقى بتاعك، انت عايز يونيك كي تمام ولا عايزه اندكس؟ لا يا عم خليها اندكس. تمام، موضوع اليونيك كي ده انا بنتطرق له بعدين، سيب كل حاجه زي ما هي وقول له ايه، كلوز. تمام، خلصت كده، اعمل له حفظ. ادي كده انت عملت سيف لمين؟ للتشينجز اللي انت عملتها على الاستراكشر بتاع الجدول. ادخل بقى تاني جوه الجدول كده واوبن تيبل. تمام، تعالى كده 13 عشان ده برايمري كي، ونكتب علي ونمشي بعيد. قال لك اه، بص بقى كده بيقول لك نو رو واز ابديت، وبرده الرو او الداتا اللي موجوده في السطر رقم 13 ما حصلهاش كوميت، ما لم يتم اعتمادها، والايرور سورس بتاعك الدوت نت سيكوال كلاينت داتا بروفايدر. تمام، الايرور مسج بقى بتاعتك الجديده دي بقى بتقول ايه؟ بتقول كانت انسيرت دوبليكيت كي الرو، دوبليكيت كي رو، تمام، ان اوبجكت كذا. الكلام ده شفناه قبل كده فين؟ لما كنا بنعمل دوبليكيت في البرايمري كي. الجديد بقى في الرساله بيقول ايه؟ ويز يونيك اندكس. تمام، يعني انا مش هقدر ادخل قيم مكرره، تمام، في الجدول اللي اسمه ستودنتس اندرسكور ديتيلز لوجود الاندكس اللي اسمها ايه، اي اكس اندرسكور اسم الجدول. وبعد كده بيقول لي ذا ستيتمنت هاز بين ايه terminated وكوركت ذا ايرورز اند ريتراي اجين اور اي اور بريس اسكيب تو كانسل ذا تشينجز. تمام، معنى الكلام دوت ايه؟ معناه انه خلاص دلوقتي بقى ده لوحده، وبقى ده لوحده، يعني بدليل، بدليل حتى بص لو جيت انا غيرت مثلا الاسم ده وخليته وليكن مثلا عماد ومشيت بعيد كده قبله، طب لو جيت خليت دي 14 ودي اللي مختلفه، خليت مثلا ديت ابراهيم، قبلها. تمام، طب لو جيت خليت دي 13، بص بقى اعترض على مين ساعتها؟ اعترض على البرايمري كي مش الاندكس، خد بالك من نص الايرور.